ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام، أهلا بتونس، أش حالك اليوم؟ تسرحتي ولا مازلت متكونسيا؟ شاي ربي خلص وحلك يا تونس. الشروق تحكي على معركة لي ذراع بسبب التحوير، من يتنزل لمن؟ والصحافة اليوم كاتبة الرئيس جدد رفضه للتحوير ورئيس الحكومة مصر على الاحتفاظ بوزرائه المقترحين. وماذا بعد؟ أش عملنا وجمليح؟ والصباح تعطي ثنية، دعوات متجددة لانتخابات مبكرة والعودة للشعب. وأنا واحد من الناس نحب العودة للشعب، أما المشكلة اللي تنجم ترجع له وما تفضيش مدام قواعد اللعبة والملعبية هما بيدهم. حتى كان نعاودوا الماتش باش نوصلوا لنفس النتيجة وباش نبدلوا قواعد اللعبة لازم الملعبية يتفاهموا، وقت اللي هي اللعبة تبلبزت على خطر هما ما يتفاهموش. إيش نيا حلها معاكم؟ نورمال مو هوني يتدخل الاربيتر يفضها بالتي هي أهون، أما أخويا في الطرحة ذاية الاربيتر هو اللي موقف الماتش وموقفها الكل زقفونا في تركينا ويعطي فيهم على روسهم. إيه ما العمل معناها؟ نمشي معاك الأبعد من هذا، تخيل يتفاهموا ويعملوا محكمة دستورية ويبدلوا القانون الانتخابي وتتعاود الانتخابات وتطلع أغلبية واضحة ومريقلة تعمل حكومة وتقصد ربي. شكون قال لك ما همش باش يتلاكشوا مع الإخشيدي هما زادة ونبدأوا راكشين في بالنا تهنينا على الحكومة، نروحوا نلقاوهم وقفهم زقفونا مع الحيط ويقشتل فيهم. يا أخويا ما تعجبوش حاجة يقول لهم ما فماش يمين بروح. أش عملنا وجمليح وقت؟ تفهم فيا تونس، مشكلتك ما هيش جوست في البرلمان، راهو مشكلتك زادة اللي عندك رئيس يكور وحده في ميدانه، في الرئاسية يطير بيهم الكل، وفي التشريعية ما عندوش وجود أصلا. يعني سيد باز يكتسح السلطة التنفيذية أما يبدأ عنده صفر حضور في السلطة التشريعية. بلغة أخرى يشد المنصب أما من غير الأرضية اللازمة باش يطبق رؤيته ولا برنامجه ولا القصيدة اللي في راسه، ويقعد يتلاطخ هو واللي يشدوا البرلمان. إيه يا معلم، برا قدم قائمات ورشح جماعتك للبرلمان وطبق برنامجك على قاعدة ما هأ باهي نظمنا حوار الناس الكل خنفضه، ما هأ باهي قدم مبادرة اقترح ثنية كل حاجة، ما هأ نحب نقعد راكش هوني مع ابنه القارح برا وألعب وزقفونا بعيد. شوف يا سيد الرئيس، من حقك راو تكمبسلهم على حلين البرلمان يستاهلوا، اما انت زادة مد يدك للطبق خويا. كان فما برلمان جديد ماذا بيك تهبط للميدان انت زادة، يا هات ليستاتك كيف الناس يا شوف ليستات ساندها ولا القى حل. اما وضعية متصدر لا تكلمني هذه ما تحل حتى شيء. صحيح تنجم تتصدى بها البرشة خور، اما ما تنجم كان تأجل الكارثة، ما هيش باش تمنعنا. اهبط للميدان سيد الرئيس، فوضع الزقافونة لا يبني وطناً.